مع أن اجتماع قمة العشرين في هامبورغ هو الخبر، إلا أن اللقاء الأول والمصافحة الأولى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب كانت هي الخبر الحدث. فعلى هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في ألمانيا، جمعت الغرفة 14 في مقر انعقاد القمة الرئيسين الأمريكي والروسي، وقد استهل ترامب الحديث معرباً عن سروره بهذا اللقاء الذي كان ينتظره بفارغ الصبر. بوتين رحب بدوره بنظيره الأمريكي آملاً أن يتناول حديثهما أكثر المسائل حدة على جدول أعمال العلاقات الثنائية والدولية، وأكد أنه يعول على أن يحقق اللقاء نتائج إيجابية. المكالمات الهاتفية لا تكفي، فإن أردنا حل مسائل جدول الأعمال الثنائي وأهم مشاكل جدول الأعمال العالمي، فاللقاءات الشخصية ضرورية. شكرا جزيلا لكم. وكان وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون قد استبقا القمة الروسية الأمريكية بلقاء مشترك. وبالعودة إلى قمة العشرين التي تستضيفها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مدى يومين، فقد خرجت التظاهرات المناهضة للقمة وسجلت مواجهات حادة بين قوات الأمن الألمانية والمتظاهرين طاغية على اجتماع القادة، خصوصا أن القمة تعقد في ظل خلافات كبيرة بين أعضائها، أبرزها الخلافات الأمريكية الروسية وخلافات تجارية بين أمريكا وألمانيا وأخرى بين أمريكا والصين، إضافة إلى الأزمة الخليجية. هذا في داخل مقر القمة، أما في الخارج فكانت الجحيم في الانتظار. شبان معتصمون قدر عددهم بأكثر من 7000 عبروا عن رفضهم للقمة ومقرراتها ولاحتكار الشركات الكبرى للاقتصاد العالمي، رفعوا شعار أهلا بكم في الجحيم، ورددوا هتافات منددة بالسياسات الرأسمالية والعولمة، ودعوا إلى حماية البيئة من التغير المناخي، مؤكدين أن مطالبهم تتعلق بالتعليم والصحة وتوفير فرص عمل وضمان اجتماعي. هذه الاعتصامات خرجت عن إطارها السلمي، إذ ألحق المحتجون أضراراً بسيارات وأضرموا النار وقذفوا الزجاجات في صدمات امتدت حتى منتصف الليل، ما اضطر شرطة مكافحة الشغب إلى استخدام خراطيم المياه وبخاخات الفلفل لتفريقهم، مزيلة الخيم الاحتجاجية، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.